اليوم التقيت بالشيخ عمر، ما قصة الشيخ عمر وماذا حصل معه مع ابن باز رحمة الله عليه؟ الشيخ عمر كان طالب علم في الجامعة الإسلامية، يعتبر أول غاني التحق بالجامعة الإسلامية، ويعتبر أول خريج من غرب أفريقيا في الجامعة الإسلامية. الشيخ عبد العزيز بن باز حصل معه مع هذا الطالب، كان ذاك الوقت حدث عجيب. كان يحبه الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو بلا شك يحب الشيخ أكثر منه. فكان جمع حضور، عندما اجتمع الحضور للعشاء كان الشيخ طالب وينظر لنفسه أنه لا شيء أمام العلماء والمشايخ والوزراء والقادات. فعندما اجتمعوا للعشاء الشيخ عمر واقف، الناس ينظرون له نظرة بسيط، ربما قهوجي وعامل نظافة. عندما شرع الشيخ في العشاء، قبل أن يشرع بالأصح، قال: يا شيخ عمر. الناس ظنوا كل عمر إلا هذا العمر، يا شيخ عمر. فاستغربوا الناس، من عمر؟ يلتفتون، فقال: يا عمر الغاني. فقال: نعم. قال: تعال. قال الشيخ: ربما يريد طلب، يريد غسيل، أي شيء. فأجلسه بجانبه، فأجلسه بجانب. الناس تلتفت، من هذا الرجل الشاب الطالب الإفريقي الصغير الذي يجلسه الشيخ عبد العزيز بن باز جنبه؟ هذه رسالة لكل متكبر، رسالة لكل من يحمل في قلبه الغل، رسالة لكل من ينظر لأي مسلم أنه أثقل منه. أتعبت من بعدك يا شيخ عبد العزيز بن باز. أجلسه بجانبه ثم سأل سؤال بريء، سؤال ربما يقولون هذا طفل، السؤال عظيم، يريد أن يزرع للعالم ويصل للعالم أن هذا غالي، ونسأل عن شيء بسيط حتى يزرع في قلوب هؤلاء الحضور أنه غالي وطالب علم عظيم. قال: يا شيخ عمر، عندكم رز في غانا؟ الشيخ يعلم، ولكن أراد أن يرسل رسالة أن هذا غالي. بعدما ذهب إلى الرياض الشيخ عمر، عفوا بن باز، أظلمت المدينة، راح من مدير جامعة الإسلامية إلى الإفتاء، فاتصل به الشيخ عبد العزيز بن باز. قال: يا شيخ عمر، لم أنساك، إذا تخرجت تعال أنت وأبنائك، كان متزوج أنا ذاك، للرياض، أريدك عندي. فبعدما تخرج اتصل بالشيخ، قال: تخرج. ما قال للشيخ اركب نقل وتعال أو تاكسي، هو محتاج الشيخ، الشيخ لا يحتاجه. والله حجز له الشيخ ولزوجته ولأبنائه، ثم أتى الرياض وقال: بإذن الله ستكون داعية يا عمر في غانا، أبشرك وأنت في قبرك يا شيخ بن باز، وبشر العالم أن هذا الرصيد الجاري في ميزان حسناتك هو إمام أهل السنة والجماعة في غانا، هو من أكبر طلاب العلم في إفريقيا يعتبر يا شيخ عبد العزيز باز، وأنت في قبرك. كان الشيخ عبد العزيز باز يطمح أنه يكون داعية، فصار إمام لأهل السنة والجماعة رسمي في جمهورية غانا. أصلح الله به أمور كثيرة من خرافات وشرك وبدع وجدها هنا. فأسأل الله أن يطيل عمرك في الطاعة، وأسأل الله أن يحفظك ويجعلك مبارك أينما كنت، ويصلح لك النية والذرية يا شيخنا. هذه رسالة لكل رجل، لكل عالم، لكل طالب علم، احرص أن تبقي لك أثرا كما أبقى بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ عمر من غانا، وهو أول خريج من الجامعة الإسلامية في غانا، بل في غرب أفريقيا تقريبا، في عام 1968. حدثنا يا شيخ عمر عن كيف دخلت الجامعة الإسلامية، وما هي الطريقة التي وصلت بها إلى الجامعة. بارك الله فيكم. أنا خرجت من غانا إلى المملكة سنة 59 ميلادي، وبعد الحج ذهبت إلى مدينة المنورة قبل الجامعة، ودخلت دار حديث في مدينة المنورة، وكنت في دار حديث 59 60 61 فتحت الجامعة، فاختبرت فأخذوني في الثانوية، ومن هناك الحمد لله درست وانتهيت الثانوية 64 ميلادي، وجيت البلد ثم رجعت وكملت الجامعة ما شاء الله. ثم بعد ذلك رجعت إلى البلد. تخرجت كم عام؟ كم الجامعة؟ 68 ما شاء الله تبارك الله. بقيت في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية كم سنة من دخول؟ 10 تقريبا. 10 سنوات؟ نعم ما شاء الله تبارك الله. 10 تقريبا في المدينة. طيب عندنا سؤال آخر. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لما تخرجت الجامعة الإسلامية، ما الذي حدث بعد ما تخرجت؟ قبل الخروج لما جئت البلد، فرجعت إلى المملكة
جلست مع الشيخ وأخبرته عن غانا. من الشيخ؟ الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير، أخبرته عن غانا والخرافات الموجودة في غانا، فحتى وريته صورة أحد من المشايخ من السنغالي اللي مسمى الشيخ الناس، مكتوبة على صورة: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلود بلا بهتاني، إذا أنني خليفة التجاني موهبة من سيد أدناني، ومن شك في ذا أرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى وإسمع. فهذا الصورة اللي وريت الشيخ فقرأ للشيخ، فاستغرب الشيخ، فمن هنا بدأت مع الشيخ كأنه ولده أو أقول ابنه أنت. أو حفيده. كل ما حصل حتى على مائدة الشيخ نأكل مع الشيخ سبحان الله. الشيخ فتح بابه للأفارقة. شوفوا موقف الشيخ وزير أكبر من وزير، ولكن نحن أفارقة على مائدته سبحان الله الرجل. فمن هنا أخذني الشيخ كولده، فكل ما حصل شيء يصدقيني. فقال لي لما هو إلى الرياض في دار إفتاء، قال لي: يا عمر، إذا تخرجت تعلي في الرياض. قلت صحيح. فلما تخرجت أرسل لي تذكرة من المدينة إلى الرياض، ومن الرياض أعطاني تذكرة مع زوجتي وأولاد، ثلاثة أولاد. فقال: يا عمر، تكون دائية في غانا. قلت: جزاك الله خير شيخ. الله أكبر. الله يعينك يا شيخ. فكان في دار إفتاء يرسل لي $500 شهريا. ما شاء الله. فعملت حتى توفي الشيخ. الله مستعان. وما زلت أعمل حتى جاء تقاعدي. الله أكبر. تقاعدت سنة 97 ميلادي. ما شاء الله الله يبارك فيك يطرح البركة إن شاء الله. بالنسبة لما أرسلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إلى غانا، ماذا فعلت وماذا قدمت لغانا؟ من يوم دخلت غانا وبدأت أتكلم عن التوحيد العبادة، من هنا قامت القيامة. قالوا: جئت بدين جديد، كيف تقول أننا أولياء لا نستدعيهم أو لا نقوم عليهم؟ تقول لنا بس الله فقط هو الولي. قلت: نعم. يقول سبحانه وتعالى، قال تعالى سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما قلت أنا هذا من الله سبحانه وتعالى. جميل. أم اتخذوا من دون الله أولياء؟ فالله هو الولي، هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا هو المشكلة اللي كانت بيني وبينهم، فهم يرون هذه الآيات للكفار ما هو للمسلمين. كيف أنت تقول نحن مسلمون وهذه الآيات للكفار وعباد الأصنام؟ طيب الولي هذا هو اللي أنتم تقومون به هنا. فحصل فينا قتل، حتى القتل حصل، قتل وحرقوا بيوت والمساجد لأهل السنة. هل آذوك؟ آذوني أنا بنفسي، آذوني، بس الله تبارك وتعالى عصمني منهم إذوان الله وإلى محكمة الأشياء تدعى، ولكن ما الله سبحانه وتعالى عصمني منهم، وأتباعي كمان قاموا بواجبهم.